فيديو النهاردة بإذن الله هيكون فيديو مايند مابس مهم جدا، هو الكاردياك سايكل، كل ما يخص الكاردياك سايكل بالنسبة لنا. فأنا جمعتها في 7 مخططات إن شاء الله يكونوا مفيدين بالنسبة لكم. طبعا البداية إن الكاردياك سايكل عندنا 8 فيزز، 8 محطات، كل محطة هنتكلم فيها على نقاط رئيسية: اتريال بريشر زاد او قل، فينتريكولر فوليوم، فينتريكولر بريشر كل حاجة زادت او قلت او ثابتة، اورتيك بريشر، كورونري بلاد فلو هنتكلم عن الفالفز، امتى الفالفز تبقى مفتوحة او مقفولة او امتى كلهم مقفولين، الهارت ساوندز المصاحبة للكاردياك سايكل، واخيرا الاي سي جي. يبقى اذا احنا هنتكلم عن 8 نقاط، يعني هم 8 محطات، كل محطة هتكلم فيها على 8 نقاط. في البداية اتريال سيستول، لازم البريشر في الاتريوم يكون اعلى من الفنتركل، ده شيء منطقي عشان البلد يتحرك ببريشر جريدينت. فالبداية زيادة الاتريال بريشر، ده البداية. طيب الفنتريكولر فوليوم في البداية كان قليل ثم زاد، علشان كده عملت السهم لفوق بالزيادة في الاتنين، اتريال بريشر وفنتريكولر فوليوم. طبعا الفنتريكولر بريشر شيء طبيعي بيقل لانه بيسحب الدم من الاتريوم ثم يزداد بعد كده. طب الاورتيك بريشر، هل الفنتركل بيضخ حاجه في الاورطه؟ لا لسه، فالاورتيك فالف مقفول، عشان كده دايما الاورطه بتوزع الدم اللي جواها وتديه للتيشوز، فالاورتيك بريشر دائما بيقل، بيقل عشان blood distributed to the periphery. coronary blood flow، دايما الكوروناري artery ده branch من الأورطة، سواء رايح لل right ventricle right coronary أو left coronary رايح لل left ventricle. طالما الأورتيك pressure عندك قليل يبقى أكيد الكوروناري فلو هيقل. طالما البريشر جريدينت قل بين الاورطة والرايت فنتركل يبقى الفلو يعتمد عليه دايما هيقل. عايزك تلاحظ معايا حاجة، ان دايما الكوروناري فلو بص قليل في معظم الفيزز ما عدا في 2 فيزز، وهنقول السبب. طب تعالى نتكلم عن الفالفز الان. بالنسبة للفالفز هيتفتح الاتريو فنتريكولر فالف، بنتكلم على اتريال سيستول، لازم الفنتريكل يملى ويتقفل السيمي ليونر اللي هو الاورتيك اند بالموناري فالف. اصوات القلب، الفيز الاولانية اتريال سيستول بيبقى فورس هارت ساوند، ده مش طبيعي ان انت تسمعه، ده بيتسمع في الهارت فيلير. وهقول لك حاجة عن أصوات القلب مهمة قوي، عندنا 4 أصوات، أول صوتين بيتسمعوا بالسماعة ثم الصوتين التانيين بيتسمعوا بمكبر للصوت اللي هي الفونو كارديو جرام، ده مهم جدا. طيب نيجي بقى للإي سي جي، دايما علمونا إن الإلكتريك يسبق الميكانيكال، احنا بنتكلم النهاردة عن الميكانيكال فيزس، يبقى لازم البي ويف وده رمز الاتريال دي بولاريزيشن يسبق الاتريال سيستول تقريبا ب2 من 100 ثانية. طب نيجي للفيز التانية، الفيز التانية خلاص الفنتريكل اتملى. على فكرة الفنتريكل بيتملي من 3 فيزز، ان انا بعد ما هخلص السايكل هرجع افهمك في النهاية هي بتلف ازاي.
يعني الفنتريكل المفروض يملأ 3 مراحل. طبعا بيملأ رابيد فيلينج، سلو فيلينج، ثم اتريال سيستول. خلاص اتملى. طب اتملى يبقى لازم يقفل الفالف بين وبين الاتريوم، وما زال السيميليونر فالف كمان مقفول. عشان كده الفوليوم اوف بلاد اللي جوه الفنتركل اتحبس والحجم ثابت، لا هيزيد ولا هيقل. طيب اخبار الفنتريكولار فوليوم ثابت، طب الاتريال بريشر زاد ليه؟ الفوليوم الزياده هيعمل حاجه جميله، بريشر على الوول دي عارفينها، وبريشر على الفالف لفوق. طب انا لما ازق الفالف لفوق هحط مساحه البلد بتاعه الاتريوم في اقل ما يمكن، هقلل مساحتها وبالتالي هيزداد البريشر. طبعا بسميها بلج اوف اي في فالف، الفالف بقى عامل زي القبه. خلي بالك النهارده هنتكلم على رسمه الاتريال بريشر كيرف مع الكاردياك سايكل، فخلي بالك من الكلام ده. فنتريكولار بريشر زاد، طب اخبار الاورتيك بريشر ما زال قليل، لسه الباب ما اتفتحش، ميترال او الترايكاسبل او البالمونري فالف ما اتفتحش لسه. الميترال فالف هيفتح لما البريشر في الليفت فنتريكل يبقى 80 مليمتر ميركوري، هيفتح في النهايه. عشان كده ما زال الاورطه بتوزع الدم بتاعها للبريفري، يبقى بالتالي كوروناري فلو هيقل. طب تعالى للفالفز، اوعى تنسى العنوان ايزو فوليومتريك، الفوليوم ثابت يبقى الفالفز كلها مقفوله. طب نيجي للهارد ساوندز، هو البريشر على الفنتريكولار وول مش ده مقدمه للسيستول؟ ايوه، السيستول بيحصل فيه حاجتين مهمين، كونتراكشن في الوول الضغط الجانبي زائد ايجكشن الاندفاع. فدايما الصوت الاولاني الفيرست هارد ساوند اول جزء منه في الايزو فوليومتريك كونتراكشن فيز، خلي بالك لانه ليه جزء تاني مكمل معانا وهنقوله. طيب نيجي للاي سي جي، الاي سي جي عندنا شيء طبيعي، الكتريك يسبق الميكانيكال، انت بتتكلم على بدايه فنتريكولار سيستول يبقى لازم قبلها كيو ار اس فنتريكولار دي بولاريزيشن، ولكن اول حاجه هتتسجل عندي هي الكيو ويف، وده مهم قوي. الكيو ويف هتتسجل قبل المرحله دي برضو باتنين من مية ثانية، وطبعا هيكمل كيو ار اس. حلو، طب تعالى بقى ندخل على الفيز التالتة، ماكسيمم ايجكشن، من اسمها ايجكت اندفاع، معظم الدم اللي جوه الليفت فنتريكل او الرايت فنتريكل هيطلع لبره للاورطة او البالمونري ارتري. طب الاندفاع نتيجته ايه؟ هيقل الفنتريكولار فوليوم، عشان كده انا عامل سهم كبير لتحت، شيء طبيعي انا فرطت في اللي عندي. كمان هيقل الفنتريكولار بريشر لان انا وزعت البلد لبره، كلام جميل. طب اخبار البلج اوف الاي في فالف هيفضل معايا؟ اكيد لا، لان الضغط اللي كان على الفالف من تحت ما بقاش موجود، فينزل الفالف مرة تانية داون ديسبليسمنت، فيتوزع البلد في الاتريوم في مساحة اوسع. عشان كده بيقل 3 حاجات، اتريال بريشر، فينتريكولار فوليوم، وفينتريكولار بريشر. طب اخبار الاورتيك بريشر ايه؟ هيزيد ضغط الاورطة، في اندفاع مفاجئ جواه. طيب هيوصل للماكسيمم بتاعه
120 مليمتر ميركوري. ارجع افكرك، اذا زاد الاورتيك بريشر شيء طبيعي هيزداد البريشر جريدينت. يا ترى بقى بين الاورطه والرايت فنتريكل ولا الاورطه والليفت فنتريكل؟ تقول لي طيب اعرف البريشر في الرايت فنتريكل كام؟ اقول لك 25. لو جبت ال 120 مليمتر ميركوري ماينس 25 مليمتر ميركوري يساوي 95 مليمتر ميركوري. طب البريشر جريدينت الناحيه الشمال بين الاورطه والليفت فنتريكل 120 ناقص 80 يبقى 40. هتقول لي انت عايز يا دكتور توصلنا لايه؟ كل ما يزداد البريشر جريدينت هيزداد الفلو، يبقى واضح ان الكورونري فلو هيبقى ماكسيمم في الناحيه اليمين، لان فرق الضغط عند الرايت اعلى بكتير من الليفت. طب نيجي نتكلم عن الفالفز. اللي اتفتح سيمي ليونر، لكن اللي اتقفل اتريو فينتريكولر فالفز. خلاص احنا مش عايزين نملى، احنا بنضخ. وده الجزء الثاني من الفيرست هارت ساوند. الفيرست هارت ساوند حصل على تو فيزز، ايزوفوليومتريك كونتراكشن فيز، والفيز التانية هو ماكسيمم ايجكشن فيز. كلام في غاية الأهمية. طيب نيجي للإي سي جي. انت هنا في الفيز اللي قبلها خلصت كيو ار اس، تعال نكمل اس تي سيجمنت وبداية التي ويف. هنا بعد كده ريديوزد ايجكشن. خلي بالك في الماكسيمم ايجكشن اللي بيطلع هو 70% من الستروك فوليوم. اتفقنا قبل كده ستروك فوليوم هو الفوليوم اوف بلاد بامبد باي الفنتريكل بير بيت في الدقه. في الدقه الواحده الفنتريكل يضخ 70 ملي، 70% من ال 70 ملي دول يعني 49 ملي هيطلعوا في الماكسيمم ايجكشن، وال 30% اللي باقيين في الريديوزد ايجكشن، حبه باقيين هيطلعوا طبعا في الريديوزد ايجكشن. اكيد الفنتريكل فوليوم عمال يقل، ما انا بوزع للاورط الحبه الباقيين والفنتريكل بريشر بيقل. بص الكلام ده كله كلام عادي جدا. طب والاورتيك بريشر ايه ده دكتور؟ انا مستغرب، ده انت كمان حطيته بيقل، السهم اللي بينزل لتحت كل دول. طب ازاي الاورتيك بريشر بيقل وهو بيستقبل بلاد جايله من ليفت فنتركل؟ هو قال نسبيا مقارنة بالماكسيمم ايجكشن. في الماكسيمم حصل اندفاع كبير ثم حبة صغيرين هيدخلوا جواه في المرحلة الجاية، مش كافية ان هي تعلي الضغط جواه، فقال نسبيا. طب والكوروناري فلو برضو هيقل. طب نيجي بقى اتريال بريشر. احنا ملاحظين ان من اول الريديوزد ايجكشن والفيز اللي بعدها واللي بعدها انت عملت بالعرض انكريز فينوس ريتيرن. ايوه الاتريوم بيجهز نفسه انه يملأ، فبيزيد الفينوس ريتيرن. ليه؟ لان الاتريوم في وقت من الاوقات هيضخ الدم للفنتركل، لازم البريشر اللي جوه الاتريوم يكون اعلى من الفنتركل. هتقول لي يعني ايه؟ نقولها بالارقام. الباب اتفتح اللي هو السيميليونر عند نهايه الايزوفوليومتريك كونتراكشن فيز عند 80، من اول هنا ابتدى يقل في الماكسيمم ايجكشن وريديوست وبروتو دايستوليك، بص عمال يقل لغايه مرحله الايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز، بص عمال اقل طول ده. طب انا بقل تدريجيا ليه؟ انا بجهز نفسي عشان املى من الاتريوم في مرحله
الرابيد فيلينج، عايز املأ، لازم اكون اقل منك. وفي نفس الوقت الاتريوم بيجهز نفسه ان هو يوزع لك الدم. شوف العظمة بتاعت ربنا، كل واحد وليه حساباته. عشان كده زاد الفينس ريتيرن في الاتريوم عشان ازود البريشر جواه. واقول لك على معلومه مهمه قوي، لازم الضغط في الليفت فنتركل يكون اقل من الليفت اتري. طب الليفت اتريال بريشر تقريبا كام؟ 2 مليمتر ميركوري. لازم الليفت فنتركل يكون 1 او 0، ودي نقطه في غايه الاهميه، لازم اكون اقل فيصل الى الزيرو تقريبا. مش معنى زيرو ان ما فيهوش بلد، لا، هيوسع الفنتركل ذاتيا قدرته على الكومبلاينس علشان يقلل البريشر فيه كمان وكمان، ده بالاضافه ان هو كان بيعمل ايجكشن. طيب نرجع ليه كلامنا. طب هنا في الريديوسد ايجكشن ما زال انت فاتح السيميليونر وقافل الاي في فالف. هارد ساوندز لا مفيش. اي سي جي هو النص الاول من التي ويف. خلاص احنا انتهينا من بدايه التي، لسه بدايه. طب تعالى نكمل نص دايره التي. طيب الفيز اللي بعدها هي فيز تحضيريه اسمها بروتو دايستوليك. تحضيري، هي فيز صغيرة على فكرة جدا. طب تحضيري زي اللي فاتت، هيقل الفنتركل فوليوم وهيقل الفنتركل بريشر ويزيد الفينس ريتيرن. ما هو الاتريوم عمال يملى ويجهز نفسه. طب الاورتيك بريشر حضرتك قلت انه زاد، طب زاد ليه؟ هنا من كتر ما الايه السيميليونر مفتوح، طيب الاورتيك بريشر بيعلى مقارنة بالليفت فنتركل. جه في نهاية البروتو دايستوليك اتبنى فرق ضغط كافي ان البلد عايز يرجع بالعكس من الاورطة الى الليفت فنتركل، وده ما ينفعش، لازم هنقفل السيميليونر فجأة. يعني اذا زاد الاورتيك بريشر في النهايه. هتقول لي يعني انا عايز اقول ان من اول الماكسيمم ايجكشن والريديوسد ايجكشن ضغط الاورطه طبعا بيزيد والفنتريكل بريشر بيقل، طبعا بالمقارنه ببعض. خلي بالك مش بتكلم على اورتيك بريشر بالنسبه لنفسه، لا، بالمقارنه بالليفت فنتريكل اللي بيوزع له. جه في النهايه قال له انا اعلى منك بكتير، انا عايز ارجع. قلنا له ما ينفعش، وبالتالي لازم هيتقفل السيميليونر وما زال اتريو فينتريكولار فالف كمان مقفول. عشان كده ده هيوصلنا للمرحلة الستة، هي ايزو فوليومتريك ريلاكسيشن. خلي بالك العنوان بيغششك اكتر من حاجة. ايزو فوليومتريك يعني الفوليوم اوف ذا بلاد في الفنتريكل ثابت، يبقى ده كونستنت. ريلاكسيشن بريشر في الفنتريكل قليل، وده منطقي انه بيجهز نفسه انه يملى من الاتريوم. طب اخبار الاورتيك بريشر ايه؟ هيزيد في البدايه. ليه؟ لما الاورطه لقت الباب بينها وبين الليفت فنتريكل قفل، فقالت انا لازم اعمل الاستيك ريكويل، اعصر نفسي بالفينكاسل فانكشن اللي قلتها في البدايه، هتعصر نفسها تعلي فيها البريشر اكتر من الفيسلز الاخرى علشان توزع لها الدم. البرين عايز دم باستمرار كونتينيوس، فلازم الاورطه تعمل الاستيك ريكويل. طب انت كتبت ثم يقل ليه؟ ما هو بعد ما الاورطه وزعت الدم للتيشوز لازم هيقل فيها البريشر. خلي بالك الاتريال بريشر بيزيد بالفينس ريتير. طب نيجي هنا بقى،
الكوروناري فلو هيزيد ليه؟ احنا اتفقنا الكوروناري فلو يتناسب طرديا مع البريشر جريدينت. الاورتيك بريشر زاد في البدايه، بتكلم على البدايه. طب الليفت فنتريكل بريشر تقولت يصل الى الزيرو، اورتيك بريشر ماينس زيرو، طبعا رقم كبير اكبر من الاورتيك بريشر ماينس الرايت فنتريكل. تقول لي ايه ده، هو الرايت فنتريكل بريشر لا يصل الى الصفر؟ اقول لك لا، ما بيوصلش الى الصفر زي الليفت فنتريكل. قدره الليفت فنتريكل على الكومبلاينس اكتر نسبيا، وبالتالي فرق الضغط المره دي ناحيه الليفت هيكون اعلى من ناحيه الرايت، يبقى يزداد الكوروناري بلاد فلو. الجمله دي دايما مهمه في الام سي كيو. بصوا معايا، الماكسيمم كوروناري بلاد فلو في الماكسيمم ايجكشن، ده لو بتتكلم على الرايت كوروناري، والماكسيمم ليفت كوروناري فلو عند الايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز. قلنا ان العنوان بيغششني معلومات، فوليوم ثابت يبقى لا بملى ولا بوزع، يبقى الفالفز all are closed. طب تعالى بقى نبص اخبار الهارد ساوندز ايه. هتسمع الصوت التاني الدايستول، لان دايما الهارد ساوندز مبنية على فكرة قفل الصمام، لما تقفل الباب تسمع صوت غير لو انت فتحته. فانا قفلت السيميليونر فجأة، طالب يقول لك طب ما انت قفلتها في نهاية البروتو دايستوليك، ليه ما قلتش ان السكند ساوند في نهاية البروتو دايستوليك؟ لان المرحلة دي very very short phase، قصيرة قوي، وبالتالي احنا سمعنا قفلة الصمام في الفيز اللي بعدها في الايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز، فاداني الصوت التاني. طب تعال نكمل الاي سي جي مع بعض. في الاي سي جي بقى نهاية التي ويف خلاص وبداية التي بي سيجمنت. عايز افكرك بحاجة قلتها في فيديو الاي سي جي في المقدمة، ان الالكتريك دايستول يبدأ من نهاية التي. الكلام ده منطقي، نهاية التي يعني نهاية الاكشن بوتنشال اوف ذا فنتريكل، نهاية الري بولاريزيشن هيبدأ الدايستول. والدايستول دايما تي بي، فاكر انترفال، يفضل مكمل معاك واخد البي ويف اللي هي الاتريال دي بولاريزيشن، مقدمة للاتريال سيستول، ثم الفنتريكل هيملى. كل ده معايا مفيش كلام. طيب نيجي بقى للرابيد فيلينج، شيء طبيعي. في البداية الاتريال بريشر زاد لان انا بدي للفنتريكل، في النهاية قل، فالسهم اللي نازل لتحت معناه نهاية الفيز هيقل الاتريال بريشر. طب الفنتريكل فوليوم بيزيد، انا بملى. طيب فنتريكل بريشر، هنا عشان املى لازم البريشر جوايا يكون قليل، طبعا هو هيزيد في النهايه. اورتيك بريشر، اورتيك بريشر دايما قليله، طالما انت بتملى انت فتحت الاي في فالف، سيميليونر مقفول. لاحظ معايا ان الاورتيك بريشر ده يزداد في الماكسيمم ايجكشن وفي نهايه البروتو دايستوليك وبدايه الايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز. دايما الطالب الشاطر يبص معايا على امتى بتغير، دي مهمه قوي. طيب الكوروناري فلو قليل، احنا عارفين ليه، اتفتح الاي في فالف واتقفل السيميليونر. طب بما ان احنا بنملى دايستول يبقى تي بي سيجمنت، طبعا هيكمل معايا السيجمنت ده مهم قوي. هتقول لي طيب ليه ما حطيتش البي ويف؟ لان البي ويف بقى
في بداية السايكل. ما هو السايكل دي بتلف وترجع تاني. يعني انت قلت رابيد فيلينج، هننهي الكلام بسلو فيلينج ثم نرجع تاني اتريال سيستول. في السلو فيلينج اتريال بريشر لن يتغير والفنتريكل فوليوم هيزداد ببطء، حتى عامله زي فكره الماكسيمم والريديوس دي ايجكشن. بص الفكره، اطلع معظم الدم مره واحده 70% ثم حبه صغيرين. طب في الرابيد فيلينج الفوليوم زاد قوي لانه بسرعه بملى بسرعه. طب بملى ببطء، حتى من اسمه يعني الفوليوم يزداد ببطء والبريشر يزداد سلايتلي، يوصل ل 5 ل 8 مليمتر ميركوري. اورتيك بريشر يقل، كوروناري فلو بيقل، ونفس الفكره يتفتح الاي في فالف ويتقفل السيمي ليونر. خلي بالك ان مع الرابيد فيلينج انت هتسمع الصوت التالت، ثيرد هارت ساوند ما بسمعوش طبيعي بالسماعه، بمكبر للصوت فونو كارديوجرام. طب هل في الطبيعي لو حطيت سماعه على صدر المريض او اي انسان طبيعي يعني هسمع الفنتركل وهو بيملى؟ قال لك ايوه لو واحد رفيع جدا. الناس رفيعين قوي التشست وول مش هتكون عازل بين السماعه وما بين الفنتريكولر فيلينج، ده مهم قوي. انا ممكن اسمع الصوت ده في انيميا، لان في الانيميا في هايبر دايناميك سيركيوليشن، الدوره الدمويه نشطه بشكل كبير. عايز اقول حاجه مهمه واتسالت فيها يا دكتور، 70% من الايجكشن في الماكسيمم و30% بالريديوس دي ايجكشن، ازاي لسه في البروتو دايستوليك السيمي ليونر مفتوح؟ هقول لك، لان في دم بيكمل بالكاينتيك انرجي بتاعته، بطاقه الحركه اسمها مومنتوم. عارف زي بالظبط لما انت تيجي توقف العربيه في فرامل، لسه العربيه تحرك خطوه خطوتين لقدام، لسه عندها طاقه مكتسبه جواها مخلياها مكمله لبره. فدي نقطة مهمة لازم نخلي بالنا منها كويس جدا، ازاي انا لسه مكمل. في حاجة تانية، زي ما ربنا خلى ان السيستول يحصل في ثلاثة فيزس، نفس الفكرة دايستول، رابيد فيلينج ثم سلو فيلينج ثم اتريال سيستول. يعني دايما نقول لك ان السيستول الفيزس ثلاثة واربعة وخمسة، والدايستول سبعة اللي هو الرابيد فيلينج، تمانية سلو فيلينج، واحد اتريال سيستول، سبعة تمانية واحد، تلاقي ان الفيزس ورا بعض بشكل منطقي جدا. طيب زي ما كان الستروك فوليوم 70 ملي، نفس الكلام الفينس ريتيرن 70. خلي بالك بفكرة جميلة، الانبوت اللي داخل جوه القلب يساوي الاوتبوت اللي خارج من القلب. هتقول لي طيب هو الفنتركل هيملى 70 ملي، طب وهو فاضي التشيمبر الاوضه فاضيه؟ اقول لك لا، 70 ملي بلس 60 ملي موجوده جواه، يعني انا هضيف 70 على ال 60 اللي عندي اصلا يساوي 130 ملي. طبعا الكلام ده هنسميه فيما بعد اند دايستوليك فوليوم، نهاية الدايستول 130 ملي، ده مهم قوي. اخرج منهم 70 يتبقى 60، ال70 دول هم الستروك فوليوم. طب يا دكتور اللي هيتبقى الستين، الستين اللي هيتبقى ده هسميه end systolic volume، نهاية السيستول. طيب ده المقدمة بتاعتنا اللي احنا قلناها. تعال بقى دلوقتي نتكلم على اهم لوب عندنا، left ventricle
بريشر فوليوم لوب. عايزك تركز معايا دلوقتي في الزوم. طبعا الاكسس ده بيمثل ليفت فينتريكولار فوليوم والفيرتيكال ليفت فينتريكل بريشر. عايزك تركز بقى معايا من اول النقطه دي اهي، دي بوينت دي. عند النقطه دي ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ميترال فالف اوبننج ام في او، يتفتح الميترال فالف. طبعا انا تركيزي على ليفت فينتريكل بريشر، يبقى لازم اتكلم على الفالف بين الليفت اتريوم والليفت فنتريك. طب ايه الدليل انه اتفتح؟ بص بقى معايا ونعمل زوم اكتر اهو. ابتدى اخرج زوم شويه، ادي اهي ابتدى يعلى الفوليوم ثم يعلى لغايه البوينت ايه، يعني هو ده البدايه دي. بص اهو، هتقولي امال ايه النازله دي؟ انا ملاحظ اني من عندي دي الكيرف الاحمر بينزل وبعد كده بيطلع. طب هقول لك ليه بينزل وبعد كده بيطلع. انت هنا بتطلع فين؟ دعناها ان الفوليوم بيزيد عندك. طب الفوليوم يزداد امتى؟ تقول لي رابيد فيلينج يزداد قوي، ثم سلو فيلينج يزداد سلولي، ثم اتريال سيستول، ودي نقطة مهمة كل الكلام ده خلي بالك، ثم ايزو فوليومتريك كونتراكشن فيز. عند هذه المرحلة خلاص لازم يتقفل الميترال فالف. فالرسمة دي هو تكملة للشرح اللي قلناه في الكاردياك سايكل. فعند بوينت ايه؟ ميترال فالف كلوجر اهي، هيتقفل خلاص الميترال فالف. ده نقطة مهمة. طب لو جينا بقى نتكلم عن البريشر، خلي بالك بص معايا، عند بوينت A مش هنا اتقفل الميترال فالف؟ طيب وبعد كده ايه اللي يحصل؟ هنا من A إلى B، B دي تمثل ايه؟ فتحة الأورتيك فالف، أورتيك فالف اوبننج عند بوينت B. طبعا اتفتح عند كام؟ لو احنا مشينا بخط بالعرض عند 80، كلام اللي قلناه كأرقام بنثبته الآن على الجراف. ثم بعد كده بص من بي إلى سي إيه اللي بيحصل؟ كتبنا إيجكشن، معناها في ستروك فوليوم. طيب عند سي هيحصل إيه في الأورتيك فالف؟ هيتقفل. فلو طالب عايزها بالفيزس اقول لك ان هنا عندي بي هو نهايه الايزو فوليومتريك كونتراكشن فيز. طيب هنا انت قلت سي قفلت الاورتيك فالف، يبقى اذا من بي لسي يمثل ايه؟ الثلاثه فيزس اوف سيستول، ماكسيمم ايجكشن، ريديوسد ايجكشن، بروتو دايستوليك فيز اتقفل، ثم ايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز. عايزك تلاحظ معايا حاجه مهمه قوي، ان فروم اي تو بي ده الايزو فوليومتريك كونتراكشن، الفوليوم هنا ثابت. بص لو هتنزل بيربنديكولار من الاي بي او بي اي لهنا فوليوم ما اتغيرش، ومن سي الى دي الخط ده تنزله هتلاقي ان الفوليوم ثابت. الاثنين فيهم فوليوم ثابت لان ايزو فوليومتريك، لكن الفرق فروم اي تو بي البريشر عمال يزيد انا بطلع، لكن فروم سي تو دي البريشر عمال يقل لان انا بجهز نفسي ان انا املى من الليفت اتريوم. ده مهم قوي. طبعا اللي انا شرحته موجود اهو في اللاينز، اي بي تمثل ودي بي سي تمثل ايه ودي السي دي، ومن دي تو ايه قلنا رابيد وسلو فيلينج. طبعا الكلام ده مهم، بس انا عايزك تركز بقى معايا في نقاط رئيسيه على اللوب ده. احنا بنسميها لوب لانها دايره مغلقه مش كدايره، يعني فروم اي تو بي وبي لسي سي لدي دي لاي، احنا ماشيين في كيرف او لوب، واللوب ده
لابد ان انت توصل له مرة تانية. الاريا اللي تحت الكيرف انا بسميها ستروك ورك. وعايزك تخلي بالك من حاجه، كلمه ورك مجهود مبذول، ان انا اضخ شيء بضغط معين. فهو ستروك فوليوم يعني السبعين ملي راحوا لمين؟ هتقول لي راحوا للاورطه. طيب الاورطه دي ليها مين؟ ارتيريال بريشر، متوسط الضغط. فهضرب الستروك فوليوم تايمز مين ارتيريال بريشر، ده مهم. طبعا البي سي تمثل ستروك فوليوم قلناها، والدي الاي فينتريكولار فيلينج. خلي بالك معايا ان الرايت فينتريكولار بريشر فوليوم لوب لو عملته زي الليفت بالظبط، لكن الاختلاف ان السيستوليك هيبقى 25 مليمتر مركري. انا بتكلم عن السيستوليك اللي جوه الرايت فنتركل. طب ايه اخبار الهارت فيلير؟ ازاي اللوب يحصل له شيفت؟ هنشرحها في الفيديو القادم مع كاردياك اوت بوت وكاردياك ريزيرف وفي النهايه هارت فيلير. طيب نتكلم دلوقتي عن الهارت ساوندز. هقسم لك الهارت ساوندز الى اوديبل مسموعه بالستيسوسكوب السماعه، او اوديبل بالفونوكارديوجرام المكبر. بص بقى معايا، الصوت الاولاني عايزك تفتكره بثلاث كلمات بحرف ال ال اقول لك لب. ايوه انت بتسمعه كده. دايما الطلبه في البدايه ما بيبقاش متخيل الصوت ده ازاي، يقول لك يا دكتور عامل زي نبضات، مش قادر اتخيل انها لب. دي عايزه خبره. لونج طويل. لو جيت قارنت الصوت الاول بالصوت الثاني، الصوت الاول حصل في مرحلتين من الكاردياك سايكل، ايزوفوليومتريك كونتراكشن وماكسيمم ايجكشن. الصوت الثاني حصل في مرحله واحده بس اللي هي ايزوفوليومتريك ريلاكسيشن فيز، يبقى هو اطول. طالما اطول يبقى اخشن، لو بيتش. حتى انا قلناها لك اثناء فيديوهات النظري، كل ما يبقى الفوكال كورد طويله كل ما الصوت خشن، كل ما الاله الموسيقيه اوتارها طويله صوتها خشن. نفس الفكره، اي حاجه تطول مدتها يخشن صوتها. عشان كده الصوت الاول بيبقى لب، صوت خشن جدا. السكند هارد ساوند اول حرف فيه اس، هفتكره بتلاتة اس، عشان كده انا مكبر الحرف قوي بالبولد. شورت سيميليونر فالف كلوجر طبعا، ويتسمع بوضوح في السكند. كوستو ستيرنال جونكشن، ده لو بالموناري فالف، او سكند ليفت انتركوستال سبيس، ده لو اورتيك فالف او اورتيك اريا. كلام ده قلناه مع فيديو العملي، خلي بالك منه كويس قوي. في نقطه مهمه انا عايزك تركز فيها، اسباب الاس 1 مش بس سادن كلوجر للفالف، لا عندك فاسكولار كوزس او فايبريشنز للفنتريكولر ماسل نفسها. طيب نيجي بقى للجزء الثاني، ثيرد هارت ساوند او فورث هارت ساوند، فيري لو بيتش. الثيرد زي ما اتفقنا هسمعه في الرابيد فيلينج، والفورث اتريال سيستول. خلي بالك في حاجه اسمها جالوب ريزم. كلمه جالوب زي صوت رجل الحصان وهو بيجري بسرعه في السبق. انت هتسمع اوجمنتد ثيرد اند فورث ساوند، صوت الثالث والرابع اللي مش من الطبيعي تسمعه قوي عالي، هتسمعه عالي كانه صوت رجلين الحصان. رجلين الحصان دايما بتعمل كده، الصوت القوي بتاع الرجلين ده بيبقى موجود معايا اهو. وطبعا حتى انا كتبت لك ده بيحدث في اللفت
ventricular failure. طيب نيجي بقى للي بعدها، splitting of heart sounds. في معلومة مهمة لازم تكون عارفها، الصوت اللي هو لب الخشن ممكن اسمعه مشقوق متقسم صوتين. يعني ايه؟ في الطبيعي انا ليه بسمع صوت واحد؟ ان تو فالفز بيتقفلوا في نفس الوقت. عارف لما تكون في البيت انت واخوك وانتوا الاتنين فاتحين بابين، تقول له تعالى نقفل مع بعض، هيتسمع الصوت حاجة واحدة. First heart sound أو سيستول بيتقفل الميترال والترايكاسبيد في وقت واحد. طيب إمتى واحد فيهم يسبق التاني؟ الميترال يقفل قبل الترايكاسبيد، حتى أنا عاملها لك بالبولد وتحتيها خط. إمتى أقفل قبلك؟ أثناء الإنسبيريشن، لما تاخد نفس دايفرام بينزل لتحت فبيضغط على الابدومينال فينز فبيزيد الفينس بريشر في المكان ده اكتر من الفينا كيفا، فيزداد الفينس ريتيرن الى الرايت فنتركل. ترايكاسبيد فالف الكاسب بتاعته المفصله بتاعته مش قويه زي الميترال، فالباب ما بيقفلش قوي يعني موارب شوي، فالدم نزل الى الرايت فنتركل عمل ايجكشن بالموناري ارتري ثم لللانج واوكسجينيشن اتوزع للليفت اتريوم ثم الى الليفت فنتركل واتقفل الميترال. الميترال وهو بيتقفل اتقفل بعده تمام الترايكاسبيد فالف، يبقى الميترال كلوزس before tricuspid. فتسمع الصوت ازاي؟ لا لب اللا الاولى او ال داش الاولى ده رمز للميترال فالف كلوجر. طب واللب اللي بعدها ميترال بلس تريكاسبيد، عشان كده سميتها فيسيولوجيكال سبليتنج. الطبيعي الصوت يتقسم جزئين مع الانسبيريشن. هتقول لي طيب ولما الاتنين اتقفلوا في نفس الوقت ده يا دكتور مش طبيعي؟ هقول لك طبيعي بس مع الاكسبيريشن. طب تعال نقول بقى امتى يكون باثولوجيكال يعني مرضي؟ لما العكس يحصل، الميترال فالف اتاخر في قفله عن ترايكاسبيد، وكلمة يتأخر في قفله هسميها ميترال ستينوزس، ما تقفلش على طول ستينوزس كأن الفالف ضيق، لأن النهاردة هنقول مصطلحات مهمة. طب نيجي للسكند هارد ساوند، إمتى فيسيولوجيكال وإمتى باثولوجيكال؟ نفس الفكرة، في فالف هيسبق التاني مع الإنسبيريشن، الأورتيك فالف هيسبق البالموناري فالف. طب ليه؟ ما هو سكند تعني دايستول بمعنى الفنتريكل هيملى من الاتريوم، يبقى مين اللي مقفول؟ سيمي ليونر. الاورتيك قفل الاول بنفس الطريقه. طب باثولوجيكال العكس، يتاخر الاورتيك فيبقى ستينوزس. طب لو الاورتيك فالف ضيق ده معنى ايه؟ ده معناه ان البريشر في الأورطة عالي، أعلى من الليفت فنتركل، أعلى من العادي اللي احنا قلناه، وبالتالي الليفت فنتركل هيبذل مجهود كبير إن يضخ الدم في الأورطة ويؤدي إلى فشله، مش هيقدر يعمل إيجكشن من أول سايكل. مين قالك؟ فهيدخل في ليفت فنتريكولر فيلير، هذا هو الفشل. طيب عايزين نقول بقى في الاخر نعمل تجميعة الفيسيولوجيكال سبليتنج بتاع الاس 2 اوضح ولا اس 1؟ قال لك اس 2 سهل ان انا اسمعه عن اس 1، ده سهل جدا، يتسمع بوضوح في البالموناري اريا
وفي الأطفال. فتفتكر دايما المقارنة في السبليتنج بين فيرست اند سكند. خلي بالك انت ممكن تسمع اي صوت في اي مكان على البريكورديوم، ولكن كل فالف كلوجر لبست اوسكالتاتوري اريا، اوضح مكان اسمع عنده. طيب نيجي بقى بعد كده عن الميرمرز، ودي قلناها في النظري وهرجع افكرك بيها بالمخطط ده. ميرمر معناها abnormal valve، الفالف فيه حاجة غلط، حصل turbulent noisy sound، لا ده الصوت فيه دوشة، في ايدي كارنت موجودة زي دوامات. طب ايه المشكلة؟ ممكن مع السيستوليك او الدايستوليك او كونتينيوس. تعال نبص على السيستوليك. فكرة الميرمر قبل ما نقول التقسيمة، اللي كان مفروض يحصل ما حصلش، الفالف اللي مفروض انه يقفل ما قفلش، والفالف اللي مفروض يفتح ما فتحش. هننفي الطبيعي. في السيستول المفروض ان الميترال وتراي كاسبيد يكونوا مقفولين، ما اتقفلوش، فضلوا مفتوحين، اسمها ريجيرج. ريجيرج يعني ارتجاع، الدم هيرجع بالعكس للمكان اللي سابه، ده ما ينفعش. او اسميها انكومبتنس، اتفقنا قبل كده كومبتنس معناها كفاءه، ان يعني نفي، لا توجد كفاءه للصمام، المفروض يقفل، دم ما يرجعش بالعكس، ده ما حصلش في الميترال والترايكاسب. طب الاورتيك والبالمونري كان المفروض يفتحوا ما فتحوش، يعني فضلوا ضيقين، يعني ستينوزس للاورتيك والبالمونري. طب نيجي للدايستوليك ميرمر، هتلاقيها العكس. يعني ايه؟ في الدايستول الفنتريكل عايز يملى، يبقى المايترا والترايكاسبت المفروض مفتوحين ما فتحوش، يبقى ستينوزس ليهم هما الاتنين. والاورتيك والبالمونري المفروض يتقفلوا ما قفلوش، يبقى ريجيرج للاورتيك والبالمونري. طبعا في حاجه اسمها كونتينيوس ميرمر، ودي هتاخدوها مع الاطفال، ماده اسمها الاطفال فيما بعد. يعني ايه كونتينيوس ميرمر؟ تلاقي ان الصوت الغريب مستمر معاك. طيب تعال نقول بقى حاجات مهمه، هي السيستوليك تايم انترفلز، الفترات الزمنيه اللي بتعبر عن السيستول. اول فتره اسمها كيو اس 2، من اسمها كيو هو بدايه الفنتريكولار دي بولاريزيشن، هو السبتال دي بولاريزيشن. اس 2 هو السكند هارت ساوند. لو طالب عايز يترجمها من خلال الفيزس، الكيو دي حصلت قبل ايزو فوليومتريك كونتراكشن فيز باتنين من مية ثانيه الى اس 2 اللي حصلت في نهايه البروتو دايستوليك، اللي هي بدايه الايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز، يعني ما قبل فيز 2 ب 2 من 100 ثانيه الى بدايه فيز 6. طيب ليفت فينتريكولار ايجكشن تايم، الليفت فينتريكولار ايجكشن هو الوقت اللي الليفت فنتريكل هيعمل فيه ماكسيمم ايجكشن و reduced ejection و proto diastolic. فجي عبرنا عنها من بداية زيادة الكاروتيد بريشر. طب ايه اللي دخل الكاروتيد في الموضوع؟ ما هو لما الليفت فنتركل بيعمل ايجكشن، الضغط الاورطة بيعلى. طب ما الاورطة دي عاملة زي الشجرة، اذا الضغط زاد في المكان الرئيسي هيزداد في فروع الشجرة، فيزداد في الكاروتيد، ده رمز لزيادته في الاورطه. الى ايه بقى؟ الى انه يتقفل فجاه الاورتيك فالف. لما يتقفل الاورتيك فالف فجاه
هتتسجل في الاورتيك بريشر كيرف اللي هقوله دلوقتي بحاجه اسمها نوتش زي الحفره، دايكروتيك نوتش. طيب انا عندي كيو اس 2 الفيز كلها من بداية قبل فيز 2 الى فيز 6. طب والليفت فنتريكل ايجكشن تايم ده يمثل ايه على الكاردياك سايكل؟ يمثل من اول فيز 2، لان الايجكشن بدايته ايزوفوليومتريك كونتراكشن فيز، يبقى 2، ويمثل فيز 3 ماكسيمم ايجكشن، 4 ريديوست ايجكشن، 5 بروتو دايستول، الى بدايه فيز 6 او خلاص. طيب في بقى مرحله اسمها بري ايجكشن بيريود، ما قبل الايجكشن، بي اي بي. بري ايجكشن اكيد هيساوي ايه؟ كيو اس 2 الفتره الاجماليه كلها ماينس الفتره اللي ليفت فنتريكل ايجكت فيها، يعني التوتال ماينس مده الايجكشن يساوي ما قبل الايجكشن. لان خلي بالك كيو اس 2 دي ما قبل الايجكشن زائد وقت الايجكشن كله. طب انا عايز ما قبل الايجكشن، يبقى اقول كيو اس 2 ماينس ليفت فنتريكل ايجكشن تايم. طبعا النورمال 35 من 100 ثانيه. طب انا عندي سؤال، ايه اهميه ان انا اقيس البري ايجكشن بيريود؟ ايه الاهميه؟ هقول لك، انت بتقيس بيها الليفت فنتريكل فانكشن، بمعنى اذا زاد الليفت فنتريكل ايجكشن تايم هيحصل ايه؟ هيقل البري ايجكشن بيريود. طب وامتى التايم بيزيد؟ معناه ان انا بواجه مقاومه عاليه في الاورطه، في افتر لود، في افتر لود عالي، وبالتالي الريزيستنس دي تؤدي الى هارت فيلير. يبقى على هذا الاساس انا باجي اعرف انا بعمل ايه. طب نيجي دلوقتي للارتيريال بالس ويف. عايز ارسم رسمه لتغيرات البالس من خلال الكاردياك سايكل. فاي طالب دلوقتي بيتابع معانا الفيديو عنده سؤال مهم، هو الراديال بالس يا دكتور ما ذكرناهاش في الكاردياك سايكل. هقول لك، مش الراديال بالس او الراديال ارتري ده جاي له الدم منين؟ تقول لي من البريكيال ارتري. طب والبريكيال جاي له منين؟ تقول لي ده جاي له في النهايه من الاورطه. دكاتره الاناتومي يقول لك جاي له من الاكزيلري، والاكزيلري جاي له من السب كليفيان. هيفضل يقول لك تتبعات الى النهايه الاورطه. يعني عايز ترسم بلس يبقى كانك بتقول تغيرات الاورتيك بريشر اثناء الكاردياك سايكل. بص بقى معايا، في البدايه انا رسمت لك خط كيرف بيطلع معايا لفوق اسندنج. الاسندنج ده رمز لزياده الاورتيك بريشر، ده مع الماكسيمم ايجكشن فيز. يبقى الكيرف اللي طالع ده يتزامن مع فيز 3 وبسميه انا كروتيك ليمب. انا كروتيك عامله زي كلمه انا بوليك، بناء، انا ببني الكيرف بعليه. طيب ثم بعد كده الاورتيك بريشر بتنزل. ليه بتنزل؟ ريديوزد ايجكشن فيز 4 تمام. وبص بقى معايا، في حفره هنا، والحفره دي رمز لدايكروتيك نوتش، حفره اللي عامله زي الطبق. طيب هنا الحفره، بص معايا، نزل الاورتيك بريشر بس هيرجع ايه؟ يعلى تاني. يعلى تاني دي ده ليها اسم اخر، بس احنا خلينا نتكلم على الدايكروتيك نوتش. ده رمز لمين؟ للبروتو دايستوليك فيز. والدليل ان كلامي صح، جينا على الدايكروتيك نوتش قلنا ايه؟ سادن اورتيك فالف كلوجر. هنا حصل فجأة اتقفل الصمام. خلي بالك الكيرف وانت نازل هنا
والتكملة دي اسمها كاتاكروتيك ليمب، جاية من كلمة كاتابوليك، كأنك بتهدم بتكسر في الحاجة، فده كاتاكروتيك ليمب. خلي بالك ان الكاتاكروتيك ده بيحصل less vibrations set up in the aorta، والكاتاكروتيك يمثل reduced ejection و ventricular diastole. فطالب يقول لك يعني ايه؟ هقول له نمشي في الكيرف بتتابع الكاردياك سايكل، الجزء اللي طالع ده فيز 3 والنازله دي 4 والنوتش 5 بروتو دايستوليك. طيب انا لاحظت الاورتيك بريشر زاد، بص اللي هو الموجه الصغيره دي هسميها دايكروتيك ويف. طب هو زاد ليه؟ الاستيك ريكويل في بدايه الايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز عشان يوزع الدم لكل الفيسلز، زاد ثم رجع قل تاني، ما انا وزعت الدم بتاعي. فالنازلة دي قل في أني فيز؟ رابيد فيلينج 7، سلو فيلينج 8، اتريال سيستول 1، ايزو فوليومتريك كونتراكشن فيز 2. يبقى النازلة دي تمثل كذا فيز؟ 7 8 1 2. فلو نعيدها تاني، الاناكروتيك 3 4، الحفرة 5، الموجة بس الحتة الصغيرة 6، والنزلة 7 8 1 2، والكيرف يتكرر معاك. طيب تعال بقى نقول فاكتورز افكتنج البلس ويف والبلس فوليوم. خلي بالك قبل ما نقول هذه الفاكتورز لازم تعرف معلومة رئيسية، ان الريت من 4 الى 8 في الاورطة ويزداد في الارتري. خلي بالك انت لما بتعد ضربات القلب انت ما بتشوفش الفلو، ما بتحسش الفلو. انا ليه ما بحسش الفلو؟ لان سرعة الدم اللي ماشي في الريديال ارتري نص متر في الثانية، لكن البريشر ويف اللي من خلالها بحس بالبلس 6 متر في الثانية. يعني بريشر ويف؟ الدم بيتحرك من البريكيال الى الريديال بفرق ضغط، بيعمل هزة مفاجأة في الوول اوف ذا ريديال ارتري. الهزة دي ليها سرعة، السرعة العالية احسها، السرعة الاقل ما احسهاش. فالكلام ده مهم. خلي بالك في البريفري بيبقى بطيء والاناكروتيك متأخر، وخلي بالك ان النوتش بتبتدي متأخر. طبعا ملهاش تفسير قوي، مجرد فايندينجز. فاكتورز تتحكم في البلس ويف هو الإلاستيسيتي، المرونة. المرونة دي إذا قلت في الأثروسكليروزس يزداد الكوندكشن. طب البلس فوليوم؟ بلس فوليوم مش المقصود بيها حجم البلس، لا، قوة الضربة. الضربة اللي انت بتحسها لما تحط 3 صوابع على الراديال بلس، قلتها في العملي، وتجيب الريست سيمي فليكسد وبرونيتد، انت بتحس بخبطة في الميدل فينجر. انت مش مضطر تغرس صباعك قوي عشان تحس الخبطة، او ان الخبطة قوية قوي في صباعك فبتنطره من مكانه. لا انت كده ولا كده، بلس بتاعك افريج، متوسط القوة، لا هو ضعيف ولا هو قوي. ضعيف بيبقى في الهيموريدج النزيف، مضطر ان انا اغرس صوابع قوي عشان احس النبضة. ولو قوية تبقى في مرضين، اثروسكليروزس و aortic incompetence، شرحتهم في النظري بالتفاصيل. فكرة المرضين ايه؟ السيستوليك بريشر عالي جدا والدايستوليك بريشر قليل قوي. كل ما يزداد الفرق بين سيستول ودايستول بريشر جريدينت زاد، اللي على اساسه الفلو
هيبقى سريع. هدي لك مثال على الاورتيك ان كومبيتنس او اي اي. انا اتولدت بعيب خلقي، اورتيك فالف مفتوح ما بيقفلش، كل ما اللفت فنتركل يضخ دم للاورطه يرجع بالعكس، طبعا ده عكس الطبيعي، فالفنتركل يوصل له دم بالعكس، بالاضافه انه بيملى من الاتريوم، فالفنتركل بقى عنده مصدرين للفوليوم، تو سورسز للاند دايستوليك فوليوم، مصدر طبيعي جاي له من ليفت اتريوم ومصدر غير طبيعي جاي له من الاورطه، مصدرين، ودي حاجه لازم نكون عارفينها. كل ما يزداد الاند دايستوليك فوليوم هيزداد الستروك فوليوم، شيء طبيعي، فيزداد كاردياك اوت بوت اللي هي الفوليوم اللي الفنتركل هيضخها في الدقيقه، فيزداد ضغط الدم. طبعا علاقات ومعادلات هنعرفها مع بعض. طب ضغط الدم زاد، سيستول زاد جدا وده مهم قوي. طب نيجي للدايستول، يعني ايه دايستول؟ ان البلد بيسيب الاورطه ويروح للبريفري، فضغط الاورطه بعد التوزيع هيقل. هنا الدم ساب الاورطه في سكتين، للتيشوز دي السكه الطبيعيه، ورجعوا الى الليفت فنتريكل السكه الغير طبيعيه، فالضغط في الاورطه سينهار، دايستوليك بريشر هيقل جدا، دايستوليك قل قوي كولابسنج بريشر، والسيستول زاد قوي فالبريشر جريدينت زاد. بريشر جريدينت ده زاد خلى الدم يتحرك بسرعه، فحاجه غريبه جدا، فبدل ما تحس البلس عند الراديال عنده، لا ده انا حسيته في نص الفور ارم قبل المكان المتوقع ليه، وحتى هنسميها ووتر هامر بالس. ليه؟ زمان الدكاتره الاغريقيين لاحظوا ان في لعبه الاطفال في الزمن ده كانوا بيلعبوها. اللعبه دي كانت عباره عن ازازه نصها يملوه ميه نص التاني فاضي، ويجيبوا الازازه دي ويقلبوها على ايديهم، لعبه عبيطه جدا، شيء طبيعي الميه هتنزل تعمل طرطشه على ايديهم. قالوا الله، لما حطينا ايدينا على الفور ارم حسينا بقوه الضربه زي طرطشه اللعبه بتاعه الاطفال. اللعبه دي كان اسمها ووتر هامر توي. اوعى تترجمها الترجمه الحرفيه وتقول لي شاكوش الميه، لا، ووتر هامر توي اللي شبهها دلوقتي ساندوتش، الساعه الرمليه. طيب فقالوا هنسميها ووتر هامر بلس نسبه الى ووتر هامر توي. على فكره ووتر هامر بلس ليها كذا اسم، ليها اسم كولابسنج بلس، وده الاسم الثاني المشهور ليها. طيب نيجي بقى بعد كده نتكلم على جاجيولار فينس بلس. فاكر في البدايه خالص قلت لك احنا هنتكلم عن الرايت اتريال بريشر اتشينجز اللي حصل مع الكاردياك سايكل. طيب هنا انا بتكلم على رايت اتريال بريشر مش ليفت اتريال بريشر. طب ليه؟ جاجيولار فين ده فين موجود في الرقبه، الفين ده بيصب الدم في الفينا كيفا اللي هيصب الدم في الرايت اتريوم. يبقى اذا انا كلامي على رايت اتريوم ده من الاول. طب انت ليه قلت جاجيولار فينس بلس؟ دايما لما يكون فين متصل بفين بمكان اخر كلنا شبكه واحده، زي فكره الفيزيكس، تو تشامبرز اوضتين فتحتهم على بعض ليهم نفس الضغط نقل الضغوط. عشان كده بنقول ان الرايت اتريال بريشر هو انعكاس للجاجيولار فينس بلس، وده مهم قوي.
يعني انا هعرف الجاجيولار فين ازاي؟ لو الرايت اتريال بريشر زاد مش هيستقبل دم جاي له من الفينا كيف، فالفينا كيف ضغطها كمان هيزيد، هيرد الامور بالعكس، وبالتالي جاجيولار فين اللي هيصب الدم في الفينا كيف هيلاقي ضغطه عالي، فبرضه هيتجمع الدم عنده فيعلى فيه الضغط. فكرة اسمها باك فلو. لو الشارع الرئيسي زحمة كل الشوارع المؤدية إليه هتقف. طب تعالى بقى نتكلم على الفكرة دلوقتي. لو أنا هتكلم على الرايت اتريال بريشر هلاقي الكيرف بيعلى الأول لإتريال سيستول، الأول بيزداد الضغط في الإتريوم، ده العادي فيز 1 هنمشي بالترتيب. فرمزت للموجة دي بإي ويف، أول حرف من كلمة إتريال سيستول، زاد الإتريال بريشر فهيزداد الجاجولار فينس بريشر بالتبعي. طيب بص بقى، النزلة من عند الإيه، النزلة الصغيرة دي اللي أنا بشاور عليها بالماوس، نهاية الإتريال سيستول. فاكر لما شرحت الكاردياك سايكل أنا قلت إيه؟ قلت في البداية سيزداد الإتريال بريشر ثم يقل لأنه خلاص وزع الدم إلى الرايت فنتركل. خلي بالك كلامنا كله رايت، يبقى الطلعة بداية فيز 1 والنزلة الصغيرة نهاية فيز 1. طب أنا لاحظت في موجة صغيرة طالعة وقلت عليها سي ويف، ايزو فوليومتريك كونتراكشن فيز، كان ايه اللي بيحصل في الفنتريكولار بريشر؟ بيعلى. طب كان بيعمل ايه على الاتريال بريشر؟ بيزوده. فاكر لما قلت ضغط لما يعلى في الرايت او ليفت فنتريكل، كلامنا على الرايت فنتريكل، هيزق الفالف لفوق فيتحط الدم في مساحة اقل في الرايت اتريوم، فالضغط جوه الرايت اتريوم يعلى. بس خلي بالك وهو بيعلى البيك بتاعه ما زالت اقل من الاي ويف. هنا بتكلم على بلج اوف تراي كاسبيد فالف. خلي بالك كلامنا على الناحيه اليمين، ده في الايزو فوليومتريك كونتراكشن. طبعا السي اتسمت على اساس ايه؟ على اساس الكاروتيد بالسيشنز. فطالب يقول لي وايه اللي دخل الكاروتيد في الامور؟ ما هو انت بتقول لي ان زاد الضغط الان في الرايت فنتركل. طب ولما يزيد في الرايت هيزداد في البالمونري ارتري، وفي النهايه هيزداد في الاورطه اللي هيزداد في احد فروعها اللي هو الكاروتيد. فقال لك انا هقول كاروتيد ليه؟ لان البالسيشنز او ارتيريال بالسيشنز اوضح، فالسي رمز الى كاروت. طب وبعد كده بص بقى نزله السي الجزء ده ايه اللي هيحصل؟ ماكسيمم ايجكشن فيز. في الماكسيمم ايجكشن الدم اندفع 70% منه من الرايت فنتريكل الى البالمونري ارتري. طب اندفع 70% فالضغط في الرايت فنتريكل قل، فالفالف نزل لتحت مفيش حاجه تخليه يطلع لفوق، فتوزع الدم في الرايت اتريوم في مساحه اكبر، وبالتالي هيقل فيها البريشر. عشان كده نرمز له بالرمز اكس ونقول عليها اكس ديسنت، النزله داون ديسبليسمنت اوف اي في رينج، ده في الرابيد ايجكشن فيز. خلي بالك كل حركه ليها علاقه بالميكانيكال كاردياك سايكل. طيب يبقى اذا نكمل وبعد كده يزيد بالفينس ريتير. فاكر لما قلنا في البدايه ان البريشر هيزيد في الاتريوم في كذا فيز، من اول ريديوزد ايجكشن، بروتو دايستوليك، ايزو فوليومتريك ريلاكسيشن، الاتريوم بيجهز نفسه انه يعلى والفنتركل بيجهز نفسه انه يقل ثم يفتح
الاي في فالف اللي هو تراي كاسبيد فالف، وبعد كده الدم ينزل من الرايت اتريوم الى الرايت فنتريكل، وهسميها واي ديسنت، لان لما ينزل الدم خلاص الاتريال بريشر هيقل، فيقل الجاجولار فينس معاه. خلي بالك، عايزين نقول الكلام ده مره تانيه بس من خلال الفيز. النازله الايه دي طالعه، قصدي الايه؟ اتريال سيستول فيز 1. طب النازله الصغيره نهايه فيز 1. طب السي ده تعتبر فيز 2 ايزوفيلومتريك كونتراكشن. طب والنازله دي فيز 3 ماكسيمم ايجكشن. طب الطلعه الفي ده رمز لاول حرف من فينس ريتيرن، فالطلعه فيز 4 و5 و6. طب والنازله 7 رابيد فيلينج، 8 سلو فيلينج، ثم نرجع تاني الى اتريال سيستول والرسمه تتكرر. طيب عايزين دلوقتي نقول اهم نقطه وهي السيجنيفيكانس. نفترض ان انا ما عنديش الاي ويف، ده معناه ايه؟ ما هو الاي ده رمز للاتريال كونتراكشن. شرحت قبل كده في فيديو الاريزميا، اتريال كونتراكشن تضعف جدا مع اتريال فايبريليشن، بدليل ستختفي البي ويف في الاي سي جي وتستبدل بالاف ويف. طب نفترض ان الاي ويف بقت لارج، عليت الاي ويف بتاعت عليت، ده معناه اتريال كونتراكشن زاد، يعني الاتريال بريشر بتاعك اصبح اعلى. طيب امتى ضغط الاتريوم عالي قوي مش قادر ينزل الدم الى الرايت فنتركل؟ يبقى اكيد ترايكاسبيد فالف اللي بينهم ضيق. طالما الفالف ضيق في ريزيستنس للايجكشن من الاتريوم الى الفنتركل، وبالتالي هتعلى الموجه. طيب امتى تبقى جاينت اي ويف؟ او زي ما اقول لك ان الاي ويف ملهاش علاقه بالسي ويف. قبل ما اقول دي عايز اقول حاجه مهمه، نقول السي الاول. امتى السي تعلى؟ هو السي ده رمز الايه؟ بلج اوف ترايكاسبيد فالف. تقول لي انا معاك، طب لو الترايكاسبيد فالف مفتوح على الاخر وما بيقفلش، ترايكاسبيد انكومبتنس او تريكاسبيد ريجيرج، عارف ده معنى ايه؟ ده معناه ان البريشر اللي موجود في الرايت فنتريكل عمال بيزيد، دي مشكله كبيره، هيزق الفالف لفوق اكتر واكتر، وبالتالي السي بدل ما تبقى صغيره كده دي هتعلى قوي، وممكن تعلى فوق الاي ويف. طيب ايه العلاقة بين الـ A والـ C اللي هي الـ AC interval في الطبيعي تمثل ايه؟ الـ A ده atrial contraction والـ C هو بداية ventricular contraction. زي ما في علاقة ميكانيكال بين الـ atria والـ ventricle، في علاقة كهربية بين الـ atria والـ ventricle، شيء طبيعي. excitation contraction coupling. طب نشوف atrial excitation ممثلة بإيه؟ ب P wave. تقول لي طبعا P wave ده atrial depolarization. طيب بداية كهربة الفنتركل كانت ال Q wave السبتم، قلناها قبل كده، يعني PR interval هي AC interval، هي الفترة التي تسبق الـ AC interval، يعني atrio ventricular conduction، نقل الكهرباء من الاتريا الى الفنتركل. طب لو كانت طويلة الـ AC interval prolonged، ده معناه ايه؟ first degree block. الامبلس كل الامبلس من الاتريا هتعدي للفنتركل ولكن تتأخر اكتر من 0.2 سكند. طب اسال اخر سؤال، طيب امتى الاي والسي ويف مالهمش علاقه ببعض؟
اتريوم لوحده، يعني مثلا موجتين ثلاثة اتريوم، وموجة واحدة فنتركل، تقول لي لو سيرد ديجري بلوك. سيرد ديجري هي المرحلة الثالثة والأخيرة، كومبليت بلوك، بمعنى إن مفيش حاجة نازلة تماما من الاتريا إلى الفنتركل. يشتغل الفنتركل لوحده ايديو فنتريكولر ريزم العادي اللي قلناه قبل كده، يبقى ده في الثيرد ديجري بلوك. في نهاية هذا الفيديو بفكرك شرحنا كاردياك سايكل 8 فيزز وكل فيز 8 نقاط، ليفت فنتريكولر فوليوم بريشر لوب، والخمس نقاط السيجنيفيكانس والأربعة بوينتس اي بي سي دي وأهمية كل نقطة وكل لاين. كلمنا عن الهارت ساوندز، كلمنا عن الميرمر، كلمنا عن البلس بكل تفاصيله، اورتيك بريشر كيرف وفاكتورز افكتنج بلس ريت وبلس فوليوم، كلمنا عن الجاجيولر فينوس بريشر اي سي في اسف، وكل ويف تمثل ايه، حصلت في انهي مرحله. كلمنا عن السيجنيفيكانس، امتى الاي تتغير، لو مفيش ايه، لو الاي طويله قوي، ولو السي كمان جاينت اخبارها ايه، والاي سي انترفال بتمثل ايه. كل التفاصيل دي قلناها. كان معاكم دكتور محمد فايز.